تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة ميرا الأخفضي، وفي الإخراج معانا الأستاذ نمر محمد. واليوم في التقديم معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. تقدرون مستمعين الأعزاء تتواصلون معانا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة، لكن قبل هذا كله نتحدث عن خبر اليوم اللي هو يقول: هل ضربة الشمس والإجهاد الحراري متماثلان؟ تتحول ضربة الشمس إلى تهديد محتمل خلال فصل الصيف، عندما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على التنظيم الحراري لأجسامنا، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة جنبا إلى جنب مع أي نشاط شاق إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. ومع ذلك فإن هذه الحالات غير متماثلة، حيث بداية إحنا نحس بالإجهاد الحراري، ومن السهل تصحيح ارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي إلى الإجهاد الحراري ولا تهدد الحياة. ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يحتاج الناس إلى التهدئة بسرعة لتجنب المزيد من العواقب الوخيمة، ويجب على أي شخص يعاني من الإجهاد الحراري أن ينتقل إلى مكان أكثر برودة، وأن يستلقي ويرفع قدميه ويشرب الماء البارد إذا كان بإمكانه، وأيضا يبرد جلده، ويحتاج إلى إيقاف كل الأنشطة والراحة حتى يبدأ جسمه في الهدوء. ويجب أن تسمع هذه الأساليب للأشخاص بالتبريد في غضون 30 دقيقة. وإذا ظلوا يعانون من الحرارة واستمرت الأعراض أو زادت درجة حرارتهم، هذا الإجهاد الحراري يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس. وضربة الشمس هي حالة خطيرة ممكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا تركت دون علاج. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الناس بالاتصال بالطوارئ إذا اعتقدوا أن هناك من يعرفونه مصاب بضربة شمس. وبعض الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بكلتا الحالتين أثناء الطقس الحار، وهم كبار السن أو صغار السن، واللي يعانون من البدانة، واللي يتناولون أدوية لضغط الدم أو القلب. فمستمعين الأعزاء، بما أن احنا دخلنا في فصل الصيف ودرجات حرارة الجو وأشعة الشمس ممكن أن تؤدي إلى إجهاد حراري، فندير بالنا ونحاول أن نحافظ على أنفسنا من الإصابة بالإجهاد الحراري اللي ممكن أن يؤدي إلى ضربة الشمس. ومن معلوماتنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي صرنا متعودين على آخر مستجداتها في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. لو تعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. خلال هالكم اليوم الكثير قاعد يتداول الإحصائيات اللي تم نشرها من قبل هيئة الصحة بدبي قبل يومين،
واللي هي تتكلم أن 8 من كل 10 أشخاص من المصابين بكوفيد هم من غير المطعمين. أيضا ذكرت الإحصائيات أن 9 من كل 10 أشخاص من الحالات التي تطلبت الدخول إلى المستشفى والعناية المركزة هم من غير المطعمين. لذلك فنحن نشجع وننصح ونتمنى من الأشخاص اللي ما أخذوا التطعيم يأخذون يعني يتوجهون لأخذ التطعيم. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحن الرسائل اللي وصلتنا نحن نخاف نعطي أمنا وأبونا التطعيم لأنهم عندهم مجموعة من الأمراض المزمنة. بالعكس الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هم اللي لازم يأخذون التطعيم. كبار السن هم اللي يحتاجون يأخذون التطعيم لأنهم معرضين للانتكاسة أو مضاعفات المرض أكثر من غيرهم. فإذا نحن صدق نحبهم يعني لازم نوديهم يأخذون التطعيم. وإذا في أمراض تخصصية دكتورة مثل ما نحن دائما نقول مرض مثلا جهاز عصبي مرض معين أو يعني تخصصي شوية مو من ضمن الأمراض المزمنة العامة ممكن يتواصلون مع طبيبهم المعالج أو طبيب الوالدين المعالج ويسألونه هل نقدر نعطيهم التطعيم ولا لا. صحيح. وايد وايد مهم خصوصا فئة كبار السن أو كبار المواطنين وايد مهم. والخدمات يعني حتى ما يحتاجون يجون للمركز ممكن يأخذون موعد الخدمات المنزلية يختارون يتصلون على الكول سنتر أو مركز اتصال 8342 ويطلبون الخدمة المنزلية يختارون نوع التطعيم يوصلهم لباب البيت. فيعني حتى كبار المواطنين ما يحتاجون يطلعون من بيوتهم مثل يأخذون التطعيم يوصلهم لباب البيت. فيعني الخدمات وايد سهلة وبسطة خصوصا لهذه الفئة العمرية. أيضا من ضمن الأشياء اللي وايد وصلنا وأمس حطينا بوست خاص يجاوب على هذا السؤال هل يمكن لمن أصيب بكوفيد 19 سابقا أخذ اللقاح؟ الإجابة يمكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي اللي هو 10 أيام من دون أعراض أو أعراض بسيطة. في حال كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلب أن يدخل المستشفى يمكن للمصاب مراجعة الطبيب المعالج اللي كان معاه في المستشفى لتقييم حالته وتحديد إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي. صحيح. في الوقت الحالي فقط لكنها مو بيعني إنهم ما بيقدر يأخذ بعدين. فنحن وايد مهم إنه يعني حتى لو واحد يعني مثل ما يقولون إحاتي أو يوسوس تواصل مع الطبيب ممكن تخدم الطبيب لك المواطن تأخذ الاستشارة أونلاين وأنت في البيت إنه عسب إنه دكتور يطمنك أو تواصل مع طبيب. كل الخدمات موجودة حتى وأنت قاعد في البيت تقدر تحصل عليها. فننصح الجميع اللي يقدرون يأخذون تطعيم إنه يأخذون تطعيم في أسرع وقت ممكن وهذا عشان صحتهم وسلامتهم خصوصا سلامة الناس اللي غاليين علينا مثل ابنا وابونا. صحيح. تقريبا هالأشياء اللي نحن كنا مأكدين عليها يعني نحاول نحن يعني ننشرها للمجتمع في قناة التواصل الاجتماعي ونتمنى لكل الصحة والسعادة. ودمتي بصحة والسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وذكرت معلومة جدا مهمة أن من بين كل 10 أشخاص 8 منهم يصابون بكوفيد يكونون غير مطعمين. وأيضا من بين كل 10 9 من الحالات اللي تدخل المستشفى والعناية المركزة يكونون أيضا من غير المطعمين. لذلك من المهم وضروري أن إحنا نبادر اللي ما أخذ اللقاح يبادر بأخذ اللقاح وخصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. احنا دايما نقول ما له داعي الخوف. يعني حسب حديثنا مع معظم الأطباء المتخصصين الحالات اللي ما تستوجب أو يكونون معفيين من أخذهم للقاح تكون حالات جدا يعني قليلة جدا. معظم الحالات يكون مسموح لهم أنهم يحصلون على اللقاحات ولكن إذا كانت الحالة شوي معقدة أو يتناول أدوية معينة هني إحنا نقول قم باستشارة الطبيب المسؤول عن علاجك وهو بيعطيك الجواب الصحيح مدى اللي أنت هل تقدر تحصل على اللقاح أو ما تقدر تحصل وإذا تقدر تحصل متى هو الوقت المناسب لحصولك عليه. أيضا أسماء قالت أن حتى اللي يصيبوا بكوفيد سابقا بإمكانهم أنهم يحصلون على اللقاح إذا كانت حالتهم
أعراضهم طفيفة أو بدون أعراض بعد 10 أيام من إتمامهم لعزلهم الصحي يقدرون يحصلون على اللقاح. أما إذا كانت شوي حالتهم شديدة وتطلب دخولهم للمستشفى، هني قرار موعد أخذ اللقاح يعتمد على الفريق الطبي اللي أشرف على علاجه. هذا ما يعني أنه ما رح يحصل على اللقاح، هذا يعني أنه بنقرر متى هو الوقت المناسب عشان هو يحصل على اللقاح. مستمعين الأعزاء، هاي كانت آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن التغذية والسفر. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-4414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من بين مواضيع الصيف وقضاياه الصحية يأتي موضوع التغذية والسفر والصيف وضرورة مراعاة ما نتناوله خلال سفرنا في الصيف، سواء كان من حيث نوعية الطعام والشراب أو صلاحية الطعام نفسه مع ارتفاع درجات الحرارة. وعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية، أخصائي أول في التغذية السريرية الأستاذة إيمان محمد. صباح الخير أستاذة إيمان. صباح الخير، وصباح الخير على جميع المستمعين. زي ما تفضلت اليوم إن شاء الله رح نحكي عن التغذية والسفر. بداية لو تحدثين عن المشكلات الصحية المألوفة اللي تتعلق بالغذاء والسفر وفصل الصيف. أكيد، فمع حلول فصل الصيف وعلى الرغم من استمتاع الكثيرين بالعطلة والرحلات والسفر ويروحوا على الشواطئ، إلا أن هناك في أشخاص بيشعروا بالتعب الجسدي والإرهاق، والسبب هو عاداتهم الغذائية بتكون غير صحية وبتزداد حالات التعب مع عدم تناول السوائل بالكمية اللازمة، أو ممكن مثلا حالات بتصير حالات تسمم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم حفظ الأطعمة بالطريقة الصحيحة. لكن لحسن الحظ أن تناول الأطعمة الصحية في السفر مش شيء مستحيل زي ما احنا بنفكر. كل ما علينا فعله هو أنه ننظف اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، على أن لا تقل مدة غسل اليدين عن 20 ثانية. وهذا مهم بالذات خاصة قبل تناول الطعام أو مثلا بعد السعال أو العطس. إذا ما توفرت الماء والصابون ممكن نستخدم اللي هي المعقم اليدوي، للآن مفروض يكون في شنطة كل مسافر، هي كحول بيحتوي على نسبة 60%. صحيح. أستاذة، كيف نحفظ غذائنا؟ وشو عن صلاحية الغذاء أثناء السفر؟ أوكي، بالنسبة للغذاء لازم نتجنب تعرض الأطعمة للحرارة لمدة أكثر من ساعتين. أوكي، لأن تعرضها للشمس بيؤدي إلى تكاثر البكتيريا فيها، وبينصح بتعبئة أطعمة الرحلات بطريقة نحفظها في مبردات خاصة بالرحلات والسفر في عبوات محكمة الغلق، وما بيجوز أن نترك الأطعمة الخفيفة اللي حنأخذها معانا في الرحلة سواء رحلة برية أو مثلا جوية أو بحرية. صحيح. لأكثر من ساعتين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. صحيح. طيب أستاذة، لو شوية نتحدث عن القائمة، هل هناك قائمة معينة من الطعام والشراب تنصحين بعدم اعتماده خلال السفر الشخص؟ أوكي، بالأول لازم نخطط مسبقا للرحلة ونتوقع شو رح يحدث من مشكلات، نشوف إحنا المكان اللي رايحين والمطاعم. الآن كل إشي سهل على المواقع، نفتح نشوف شو المطاعم النظيفة الكواليتي ممتازة أو اللي هي الجودة تاعتها ممتازة، ونشوف شو الأطعمة اللي ممكن تتقدم لنا في هاي الرحلة لو كانت اللي هي رحلة مع شركة سياحية، نشوف شو عساس نتجنب الحساسيات.
اولا بحب احكي انه بالذات في الصيف لازم نكثر من تناول السوائل لانها بتقي من الجفاف، بتنعش الجسم، بتساعد انها تخلص من السموم، وبتساعدنا انه نحس قادرين نستمر بالرحلة تاعتنا ونستمتع فيها. فبننصح بتناول الأطعمة الغنية بالماء خاصة في فترة النهار والشمس الحارة، زي مثلا الخيار، البطيخ، الفراولة، الشمام، الدراق، زي ما قلت لك ممكن نعملها كوجبات خفيفة في الرحلة تاعتنا. ونتجنب انه ننوع كثير في الأطعمة خلال السفر. أوكي احنا بنحب نجرب أكلات جديدة، بس ما ننوع كثير في الأكلات خلال السفر، تلافيا للتعرض لمشكلات في الأمعاء قد تفسد الاستمتاع بالرحلة. يعني ممكن هاي الأكلات الجديدة مثلا ما تناسبنا، تسبب لنا حساسيات أو تلبكات في المعدة. نحاول أنه ما ناكل الأطعمة النية زي مثلا اللحوم والأسماك والمحار والبيض، نتجنب الفواكه والخضار الغير مغسولة زي مثلا السلطات، نتجنب الشرب من مياه صنبور أو مثلا الثلج اللي بيقدم مع المشروبات ممكن تكون من هاي المياه، فنتجنب أنه ناكل الثلج. كذلك نتجنب الألبان الغير مبسرة أو الموجودة مثلا في المزارع وهيك يعني. الألبان المبسترة هذه حتى هني في البلاد يعني دائما احنا ننصح تأكدوا ان اللبن والحليب يكون مبستر، احنا نفضل عشان في أمراض معينة ممكن ان الشخص يصاب فيه إذا هو تناول هذه الألبان. طيب أستاذة، كيف احنا نضمن سفر آمن من التسمم الغذائي؟ احنا ما نبي نسافر بعد كفاية نحاتي يعني إجراءاتنا الاحترازية مع كوفيد، ففي نفس الوقت بعد ما نبي احنا نعاني من التسمم الغذائي أو أي مشكلات صحية أخرى تتعلق بالغذاء، فشو عندك من نصايح عشان سفرنا يكون آمن من الناحية الغذائية؟ أكيد لازم نتجنب زي ما حكيت أنا الأطعمة النية زي اللحوم والأسماك والمحار والبيض، هذه رقم واحد وكتير مهم. أو مش ضروري نية يعني كمان إنها مش مطبوخة جيدة. وبالنسبة للمية والسوائل ما نتناول غير المشروبات المعبأة في الزجاجات، معلومة المصدر إنها تكون من مصنع مش من من الصنبور زي ما أنا حكيت. تجنب الأطعمة اللي بتكون بدرجة حرارة الغرفة فهي تقع ضمن منطقة الخطر، هاي بنسميها اللي هي بتتكاثر فيها البكتيريا. إنها نحاول ناكل الطعام الساخن أو البارد، يعني يكون أقل عن 5 درجات مئوية أو أعلى عن 40 درجة مئوية. عرفتي؟ ونكون حذرين من الفواكه والخضار الغير مغسولة زي ما حكيت، كمان السلطات يعني من ضمنها. صحيح. ومثلا كتير في ناس بتروح بتحب تقيم حتى لو داخل البلاد، بيحبوا يقيموا في الفنادق، فبيكون دائما في بوفيهات في الفنادق وبيحبهم يستمتعوا في البوفيه، فنحاول احنا انه نشكل ونخلي طبقنا على شكل الطبق الصحي بالذات في فترة الصيف، اللي هو نص الصحن يكون من الخضار والفواكه عشان نتأكد انه ياخذوا كمية كافية من السوائل والأملاح زي البوتاسيوم الموجود، البوتاسيوم والصوديوم والفوسفور الموجود في الخضار والفواكه، ويكون الربع من الخبز أو مثلا المعكرونة أو أي نوع من النشويات، والربع الآخر من البروتين مثلا جبنة، لبنة، بيض، هاي الأمور. طيب نحاول كمان في أثناء فترة السفر أن تكون وجبة المساء خفيفة عشان يعني نستعد الإصابة باضطرابات إضافية في النوم، لأنه الوجبة الثقيلة ممكن ما تخلي يعرف ينام ويمارس يومه بطريقة نشيطة تاني يوم. صحيح. فهاي الأمور كلها مهمة أثناء السفر، يعني لازم الواحد يأخذها في عين الاعتبار عشان يستمتع أكثر في سفره. إحنا رايحين نستمتع مش رايحين نتقل على حالنا، يعني نقلل مثلا المقالي والكروستون والمعجنات لأنها بتزيد من الخمول، ما نكتر كثير بقوليات مثلا زي الفول والفاصوليا اللي بتكون موجودة على الفطور لأنها بتعطي زيادة سعرات حرارية وبتولد طاقة للجسم كثير كبيرة، وأوريدي الجو صيف فبتزود من الخمول. وكمان البقوليات لأنها بتحتاج وقت طويل للهضم فما نكثر كثير منها. نقلل تناول الملح والبهارات والأكل الحار. صحيح. على أنه يكون الأكل بس لما نحس بالجوع، لأنه نشاط الجهاز الهضمي في الصيف بطيء.
أستاذة إيمان، هل في من كلمة أخيرة حابة توجهينها لمستمعين الأعزاء بخصوص تغذيتهم والسفر؟ أكيد طبعا زي ما حكينا لازم نخطط مسبقا للرحلات ونعرف الأطعمة اللي تتقدم لنا. لازم نتجنب الأطعمة النية بشكل تام، صحيح، ونتجنب الأطعمة اللي بتكون بدرجة حرارة الغرفة، نحفظ الأطعمة بالدرجة المناسبة أو في مبردات حافظة للحرارة. نكون حذرين إن الفواكه والخضار والأكل اللي بناكله يكون نظيف أو مغسول جيدا. وهاي كلها النصائح اللي حكينا عنها مسبقا. بس ما تحدثنا عن الأطفال أيضا أستاذة إيمان، إذا كان عندنا أطفال معانا في السفر فهل في من نصائح معينة حابة توجهينها للأهالي بخصوص أطفالهم والسفر؟ أكيد إذا كان في عندنا أطفال في السفر لازم نهتم إنه في أكلتهم، في الوجبات الخفيفة تاعهم، إنه دائما الأطفال أكثر جوعا أو أكثر عدم تحمل للرحلات الطويلة مثل إحنا الكبار، فلازم نحاول نخلي لهم وجبات خفيفة صحية تكون مثلا ممكن أصابع الجزر والخيار أو الطماطم الكرزية، وتكون محفظة ببرادات خاصة. صحيح. ودائما نسأل زي ما قلت لك، هي نفس النصائح بتاعتنا إحنا الكبار، دائما نسأل مسبقا شو الأطعمة اللي تقدم يمكن غير مناسبة للطفل، مثلا الطفل على أكل مهروس أو مثلا طفل يعني صغير في العمر يأكل الأكل المهروس، أو الطفل مثلا ما بيناسبه الأكل حار، أو مثلا الطفل مثلا بيعاني من حساسية أسماك والأكل المقدم فقط أسماك، فلازم نتأكد دائما ونخطط مسبقا للرحلة بالأخص مع الأطفال. صحيح جدا أستاذة إيمان، يعني شكرا على معلوماتك الجدا قيمة، شكرا على وقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، ونتمنى دائما رحلة ممتعة وطعام صحي وشهي للمستمعين إن شاء الله. كانت معنا الأستاذة إيمان وحدثتنا عن موضوع يمكن الحديث الكثير منا يتحدث عن السفر، بما أن موعد فترة فصل الصيف جرب والعديد منا يفكر أنه يسافر. من ضمن الإجراءات الاحترازية اللي احنا دائما ننصح الجميع سواء كان في فترة كوفيد أو غيره، جدا مهم أنكم أنتوا تولون الغذاء اللي تتناولونه أثناء سفركم اهتمام كبير. جدا مهم ان احنا نعرف مصدر الغذاء اللي احنا نتناوله في سفرنا هذا، وايد مهم ان احنا نعرف جودة المياه ايضا اللي نتناولها هناك. وبعد مثل ما قالت الاستاذة ايمان، جدا مهم ان الاطعمة اللي نتناولها نحاول قدر الامكان انها تكون ساخنة ومطبوخة جيدا ونتناولها مباشرة، ونحاول ان احنا نتجنب يعني ان احنا نتناول المأكولات اللي شوي نحس انها مش نظيفة او تكون من البائع المتجولين في المكان هذا. فإحنا نحاول أن دائما نحرص على تناول طعام يكون نظيف ويكون فريش ومطبوخ في نفس الوقت عشان نتجنب المشاكل الصحية اللي تحدثت عنها الأستاذة. وأيضا تحدثنا عن أطفالنا والسفر. في نصيحة أخيرة أنا حابة أضيفها للمستمعين بخصوص أطفالهم، إذا كان طفلكم متعود على نوعية معينة من الأكل، أنا أفضل أن أنتوا تحاولون تدريجيا تنوعون أكله قبل السفر عشان وقت السفر التغيير ما يكون جذري لهذا الطفل. حاولوا أنكم أنتوا تنوعون في الطعام اللي هو يتناوله عشان وقت السفر ما يكون الطفل مصدوم ومو عارف شو هالأكل اللي قاعدين تعطونه إياه. هذا كان موضوعنا التغذية والسفر مستمعين الأعزاء. بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل راح نتحدث عن الأنشطة وحماية أطفالنا من داء السكري. فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
نواصل حديثنا عن فصل الصيف والعطلة الصيفية وأهمية استثمارها في تحفيز أبنائنا على ممارسة الأنشطة المختلفة التي من شأنها الحماية من العديد من الأمراض من ضمنها داء السكري، أو نتفادى أي أعراض جانبية محتملة عند الأطفال المصابين بالسكري. وعشان نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل يسعدنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائي في الغدد الصماء وسكري الأطفال في مستشفى لطيفة. صباح الخير دكتورة ليلى. دكتورة، لو شوي تحدثينا تعطينا نبذة عن داء السكري بشكل عام. نعم، داء السكري هو دكتورة شوية بس صوتك يكون شوي أعلى، أو تجربين السماعة. داء السكري بشكل عام يكون نوعين، النوع الأول أو النوع الثاني. النوع الأول هو اللي يصيب الأطفال عادة، صحيح، هو اللي يكون النوع المرتبط بالإنسولين، اسمه داء السكري المرتبط بالإنسولين. بما أن احنا نتحدث عن الأطفال والمصابين بالسكري، فدكتورة لو تحدثين عن السكري من النوع الأول اللي هو مرتبط بالأطفال وشو أسبابه. سكري النوع الأول المرتبط بهرمون الإنسولين اللي يصيب الأطفال هو مرض مناعي، أجسام مناعية تهاجم خلايا البيتا سيلز الموجودة في البنكرياس. هذه أسبابها غير معروفة للحين، ما في سبب ثابت أنه يؤدي إلى هذه المهاجمة أو الأجسام المناعية. هو هي أجسام مناعية ذاتية موجودة في جسم الإنسان. هاي الأجسام سواء إذا كانت موجودة يا تهاجم يا ما تهاجم، لأن وايدين من الأهل يطلبون منا أن إحنا نشوف هاي الأجسام المناعية، لكن وجودها مش سبب أن يؤدي إلى تلف الخلايا أو لا. وفي عوامل أخرى تلعب دور، أن العوامل الوراثية تلعب دور. إذا كان في نفس البيت أحد الأبوين أو أحد الأخوان أو التوأم مصاب بالسكري من النوع الأول، في احتمالية زيادة أن الأطفال الآخرين يصابون. وأيضا هناك عدة عوامل بيئية أو جغرافية تأثر، يعني من خلال الأبحاث شافوا أن في بعض المناطق داء السكري النوع الأول أكثر من المناطق الثانية. طيب دكتورة، نتحدث عن أهم العلاجات والخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في دبي في مستشفى لطيفة للأطفال المصابين بداء السكري. نعم، الأطفال يوصلون بشكل عام يجون الحوادث، يوميون قسم الحوادث يكون أن الأهل لاحظوا أن التغيرات على الطفل اللي هي الأعراض كثرة العطش، فقدان الوزن، مرات يستوي للأطفال يوصلون لمرحلة أن تزيد عندهم الحموضة فالتقيؤ أو الإغماء، كثرة التبول، التبول الليلي الغير معتاد أنه شيء جديد عليهم. فيون الحوادث، يوميون الحوادث من ضمن الإجراءات الروتينية أو من ضمن الفحوصات اللي نسويها ان نشوف مستوى السكر في الدم. هل مستوى يكون سكر عشوائي، ما يكون الطفل صائم، ونشوف ان هذا المعدل يكون اعلى من المعدل الطبيعي. يكون يعني كمثال يكون اكثر من 200 ملي مول. دكتورة شو هو الطبيعي عشان الناس بعد تعرف شو نقصد احنا باعلى من الطبيعي؟ الطبيعي هو مستوى السكر إذا بنقيسه بالملي مول يكون بين 80 إلى 120. فالأطفال يوميون الحوادث يكون عندهم أعراض يكون هالمستوى أكثر عن 200. أكثر عن 200. نعم، فهذا يشير أن في السكر زايد في الدم. ويدخلون ندخلهم المستشفى طبعا، لأن هاي أول مرة تكون يعني مثل صدمة للأهل. فإحنا نحتاج فريق متكامل يتعامل مع هاي فريق متكامل. من شو أمنوا أعضاء هذا الفريق المتكامل دكتورة؟ نعم،
أعضاء الفريق يكونوا أخصائي غدد صماء وسكري أطفال، ويكون عندنا أخصائي تغذية خاص بالأطفال وخاص بالوجبات الخاصة بالسكري. صحيح. وعندنا قسم كامل أخصائيين نفسيين، لأن هاي القدمة تكون كبيرة سواء على الأهل. صحيح. أو على الطفل. صحيح. أن عنده سكر زايد، وخاصة يوم نبلغهم أنه يحتاج إنسولين، أول سؤالينا يكون هل هذا طول العمر؟ فلازم نجاوبهم أنه لازم يتعودون عليه، يكون نمط من حياتهم هذا الشيء. بالإضافة إلى فريق متكامل عندنا أخصائي تثقيف سكر، اللي هو الممرضين أو الممرضات الموجودين. جميل جدا دكتورة، يعني فريق متكامل بتشمل جميع الأشياء اللي ممكن الطفل أو الأم والأب يحتاجون أن يعرفونها. جدا جميل دكتورة أن أيضا توفروا لهم الدعم النفسي، لأن مثل ما قلتي فكرة تقبل أن طفلهم مصاب بالسكري أو الطفل نفسه نشرح له أنه مصاب بالسكري، أنه هو سوف يضطر أن يستعمل الأنسولين مدى الحياة، هاي شوية الفكرة يعني يحتاج طريقة معينة في إيصال هذه الرسالة للطفل وأيضا للآباء. فجدا جميل أن أنتم أيضا مهتمين في الناحية النفسية للمريض والأهل أيضا. طب هاي الخدمة متوفرة عندنا في المستلقين. طيب دكتورة، يعني تحدثنا إحنا عن الفريق المتكامل، شو بعد بيصير أثناء وجود هذا الطفل في المستشفى؟ وجودهم هو عشان نبتدي العلاج، الفريق كامل يتعاون مع بعض يعني بشكل يومي. المثقفة السكر تعلمهم الأساسيات، كيفية قياس السكر، كيفية استخدام الإنسولين والحقن اللي تنعطى تحت الجلد. وعندنا هذا دور المثقف السكر. دور الطبيب هو أنه يشرح لهم شو الأسباب وكيف صار، كيف بتكون المتابعة، شو الفحوصات الدورية اللي نسويها، كيف ننظم حياة الطفل أنه يكون في توازن بين الوجبات، بين حساب الكربوهيدرات وحساب الانرجي والكالوريز، لأن الطفل ما ننسى أنه محتاج ينمو، فإحنا ما نمنع من أن يحصل على القيمة الغذائية الموجودة في جميع الأغذية، في نفس الوقت نوازن مستوى السكر. فهاي الموازنة مهمة جدا. ترجعون السكر للطبيعي، لأن أنت قلتي هم يدخلون سكرهم يكون فوق 200، فعملية إنزاله للمعدل الطبيعي أيضا هو يحتاج أظن أيام عشان يرجع لطبيعته، صحيح دكتورة؟ نعم، على حسب إحنا نحسب على وزن الطفل، نحسب الوجبة ونحسب المطلوب عشان نمو الطفل. يعني إحنا ما نمنع إن نمنع السكريات أو الكربوهيدرات نهائيا عن الطفل، لأن الطفل أيضا يحتاجها للطاقة وللنمو للحركة. فهاي الموازنة تتم أثناء وجودهم، لأن نتوصل تقريبا بما يناسب الطفل، أو نتوصل إن كيف الأهل يشوفون الأم هي أكثر وحدة يعني تفهم أو تعرف نمط غذاء طفلها. لهالسبب إن وجودهم، وجود المثقفة، وجود الطبيب، وجود أخصائي التغذية، نحاول نوصل إلى نمط إنه يطلعون هني وهم واثقين من نفسهم إنه يقدرون يتعاملون بشكل جيد في البيت. طبعا أول فترة تكون صعبة، بس إحنا الهدف من وجودهم إنه يتعلمون هاي التوازن. وأنا دائما مع فكرة أن نثقف الطفل نفسه، لأنه سوف يضطر أنه يتعايش مع هذا المرض طول حياته. فأنا بالنسبة لي أيضا جدا مهم أن الطفل يكون واعي بوضعه، لأن مش دائما الأم والأب سوف يكونون حوالين هذا الطفل، يمكن يكون في المدرسة، يمكن يكون مع زملائه. فالطفل أيضا يجب أن يعرف شو وضعه، شو الأكل اللي يناسبه، وكيف يحسب حتى قياس السكر. بالنسبة لي أنا أشوف أن إدراج الطفل أيضا في عملية العلاج هذه من النقاط اللي جدا أساسية، واللي أظن دكتورة أن أيضا أنتم تقومون بتثقيف الطفل في هذا النطاق أيضا. نعم،
هم الأطفال بشكل عام من خلال تجربتنا ومن خلال الملاحظات اللي تينا من الأهالي، بعد 10 سنوات هم يقدرون، حتى في بعض الأطفال يقدرون يحقنون نفسهم، لأن الحقن هاي تكون وايد صغيرة تحت الجلد. فمشاركة الطفل مثل ما تفضلتي جدا مهمة. في البداية هم كيف يبتدون يجهزون الأقلام، يجهزون الكمية، بعدين شوي شوي يتعودون أن ما يقيسون الكميات، يعرفون شو المسموح وكم الكميات، ويبتدون شوي شوي هم يأخذون الحقن بنفسهم. طبعا ما ننسى قياس السكر أيضا. الطفل يشارك فيهم، يتحمسون أكثر أن يشوفون كم عشان كم يعطوه العلاج. وعندنا ما ننسى التقنيات الحديثة اللي موجودة. مثل شو دكتورة؟ عندنا جهاز قياس السكر المتعارف عليه، اللي هي يأخذون نقطة دم ويقيسونه عن طريق الشرائح، طريق جهاز قياس السكر اسمه الجلوكوميتر. عندنا أجهزة حديثة إلكترونية عن طريق شرائح تتثبت على الجلد، يقيس السكر تحت الجلد بطريقة أخرى. جميل. وهاي الشرائح تتوصل بالهاتف الذكي. وعن طريق الهاتف الذكي هذا، إذا الطفل يكون أي مكان، ممكن إنه ينشبك هواتف أخرى، الأم، الأب، المدرس في المدرسة، فممكن عدة أشخاص يتابعون الطفل في نفس الوقت. هاي الميزة اللي فيها. جميل جدا. وفي نفس الوقت الطفل يتخلص من الوخز بالإبر والطريقة التقليدية في قياس السكر. أظن حتى في مضخة للإنسولين أيضا دكتورة، إنه هو يحسب بعد، صحيح ولا؟ نعم هذه تكلمنا بالنسبة لقياس السكر. عندنا بالنسبة للعلاج، نعم الطريقة المضخة أيضا موجودة، اللي هو يفرز الإنسولين بشكل مستمر تحت الجلد، وأيضا المضخة أيضا يوصل فيها جهاز قياس السكر. على أساس إنه في المضخة فيها خاصية أن توقف الأنسولين إذا السكر نزل زيادة عن الحد المطلوب. وفي أجهزة قياس السكر فيها ألارم أيضا، فيها منبه إذا ارتفع أو نزل عن المعدل. التقنيات هذه موجودة ومفيدة جدا للأطفال، لأن في أطفال في سن مبكر، يعني 2 أو 3 سنوات، ما يقدرون يلاحظون أو ينتبهون. أجهزة جدا مفيدة. سبحان الله، التكنولوجيا دائما تسهل على الإنسان بعض الأمور، وهذا الشيء يعني جدا جميل، وخصوصا إحنا نتعامل مع الأطفال، فإحنا نحاول قدر المستطاع أن قياس السكر وإعطائهم للإنسولين يكون بأسهل طريقة ممكنة. طيب دكتورة، من حديثنا عن العلاجات والخدمات، بما أن إحنا بدينا في العطلة الصيفية، فشوي نتحدثين عن كيف ممكن إحنا نستثمر هذه العطلة في تحفيز الأبناء ونربطهم بممارسة الأنشطة عشان نقيهم من السكري وغيره من الأمراض الأخرى. نعم، هي الممارسات والأنشطة الرياضية دائما مفيدة، سواء للمصابين بالسكري أو الغير مصابين بالسكري. إحنا دائما ننصح أن المصابين بالسكري ما يختلفون عن أقرانهم أو زملائهم، أن دائما يشاركون وياهم بنفس الأنشطة حتى في المدرسة. يعني ما ننصحهم دائما أن يكونون مثل باقي زملائهم، ما يحسون أن في شيء فرق، لأن دائما عندنا الملاحظة موجودة. يعني إن الملاحظة إن دائما قبل ما يمارسون الأنشطة الرياضية لازم يقيسون مستوى السكر، على أساس إنه ما يكون عندهم هبوط، وعلى أساس إن يأخذون وجبة. هم نكون إحنا مدربينهم جزء من التثقيف الصحي، عندنا جزء كامل عن الممارسات الرياضية للمصابين بالسكر. إحنا نعلمهم شو الوجبة اللي يحتاجون يأخذونها قبل ممارسة الرياضة، إنه لازم يقيسون مستوى السكر قبل ممارسة الرياضة، وأثناء الرياضة لازم ينتبهون إنه ما يمر أكثر عن ساعة وهم مو قايسين السكر أو ماخذين وجبة خاصة. وأيضا يكون عندهم في متناول اليد
السكر سريع على أساس إذا صار هبوط يأخذونه على طول. فإحنا ندربهم في درس كامل على أساس أن يكونون يقدرون يلعبون مع زملائهم، ولكن يكونون منتبهين وجاهزين في الوقت. جميل جدا. دكتورة، هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص السكري النوع الأول، وبشكل عام وأيضا بشكل خاص عن العطلة الصيفية؟ نعم، احنا ذكرنا عن السكري النوع الأول، والأهل وايد دايما يسألون يحاسون هل الحلويات هل السكريات لها تلعب دور، التنظيم يلعب دور، ولازم ننتبه ان في نفس الوقت الطفل ما يزيد وزنه، لان ايضا الاطفال العاديين اللي يكثرون من استخدام السكريات والحلويات واللي ما يمارسون الانشطه الرياضيه ما تفضلتي الحين فتره الصيف، احنا نبغى نشجعهم على النشاطات، ان ما يكون الطفل ايضا معرض ان ينصاب السكري من نوع ثاني اللي هو سببه عدم الحركه وزياده نسبه السكريات والنشويات. ان ننتبه لهذا الامر في الاطفال ايضا، يعني احنا نخليهم يستانسون باجازتهم الصيفيه، لكن في نفس الوقت بعد ندير بالنا على جوده الاكل ونوعيه الاكل، وما نحرمهم، لان دائما الحرمان يولد رد فعل عكسي دكتوره، لكن ندير بالنا في الكميه اللي يتناولونها ومتى يتناولونها ايضا. بالضبط بالضبط، يكون في رقابه ويكون في ملاحظه على الكميه. نعم، حتى بالنسبة للأطفال اللي يعانون من السكري من النوع الأول دكتورة، أنت تشوفين أنه عادي أن احنا نعطي الأطفال بعض الحلويات وبعض النشويات، ولا ما تنصحين؟ نعم نعم، مثل ما تفضلتي الحرمان احنا ما نتبعه، لأن نفسية الطفل جدا مهمة، ممكن يأخذون لكن يكون محسوب. وما شاء الله الحين أغلب المنتجات عليها الملصق الغذائي، وأيضا هذا جزء من التثقيف عن طريق القسم المتخصص عندنا في قسم التغذية، يعلمون الأهل كيف يقرأ الملصق اللي موجود على كل الوجبات، وكم كمية النشويات والسكريات اللي موجودة في كل الحلويات والسكريات أو الأطعمة. احنا دائما يوم نثقف نحاول ان شخصين يكونون مثقفين، يعني مو بس كله على الام مسكينه عشان يتعرف، يكون في ايضا شخص اخر مثل ما تفضل الطفل نفسه قبل 10 سنين يبتدي يفهم هاي. والله انا في رايي الام والاب والطفل حتى الاخوان والاخوات لازم، يعني العائله باكملها تكون على وعي بشكل عام عن هذه الحالة، مش فقط المسؤولية تقع على عاتق شخص واحد، وما فيها شيء بعد ان احنا نوعي العمالة ايضا الموجودة معانا في المنزل، لانهم ايضا يعني بيكون لهم دور كبير في اعداد هاي المأكولات او في توفير هذه الوجبات ايضا لهم. بالضبط، والمتابعة جدا مهمة. صحيح. عقب التشخيص وعقب ما يطلعون من المستشفى نعطيهم مواعيد جدا قريبة، يعني تقريبا نتابعهم كل يومين أو كل أسبوع حسب احتياجات وحسب أيضا ثقافة الأهل ومستوى الوعي. يعني مرات في ناس أصلا يعرفون، أو مرات في ناس أسرع عن غيرهم، مرات في ناس يحتاجون وقت أكثر، فهاي الاختلافات موجودة، ما نقدر نعطي وقت معين أو هذا على حسب كل أسرة. دكتورة ليلى المرزوقي، الحديث دائما معك جدا شيق، شكرا على المعلومات القيمة ووقتك الثمين دكتورة، يعطيك ألف عافية. العفو، أتمنى السلامة والصحة لك. كانت معنا الدكتورة ليلى المرزوقي، أخصائي في الغدد الصماء وسكري الأطفال في مستشفى لطيفة، وحدثتنا عن موضوع جدا مهم وشيق عن السكري النوع الأول كيف نتعامل معه، وعطتنا أحدث الحلول والخدمات اللي توفرها الهيئة في لهذا المرض، وأيضا اتطرقنا لموضوع العطلة الصيفية ومرض السكري. هذه كانت حلقتنا لليوم، أغلب مواضيعنا اليوم كانت صيفية، وأظن إحنا سوف نستمر على هذا النهج للأسابيع القادمة مستمعينا، راح نتحدث عن كل ما يخص بالصيف والعطلة الصيفية وكل الأمور الخاصة بفصل الصيف.
أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم ولحسن متابعتكم لنا مستمعين الأعزاء. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي. أشكر الأستاذة ميرا الخفولي لتنسيقها ومتابعتها لحلقتنا لليوم. وطبعا ما ننسى مخرجنا المبدع دائما وأبدا الأستاذ نمر محمد. شكرا على إخراجك المبدع. وكانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. دمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.